مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا شخصيات بطرق مميزة لتظهر خصائصهم، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل أميديو موديلياني، كان يتعمد رسم الشخصيات بشكل غير متناسب، موضع العينين غير صحيح وفتحة الأنف غير متناسبين، ورسم الشفتين والذقن والرقبة الطويلة بشكل مبالغ فيه. يمكننا أن نرى أن الأشكال والألوان رتيبة ومبسطة للغاية بشكل عام. وهذا عمل بابلو بيكاسو، لقد عرفتكم عليه في المرة السابقة. كان بيكاسو يرسم بالأشكال والألوان الخاصة به بشكل إبداعي. تتميز هذه اللوحة بالتقاط الزوايا المختلفة على وجه معين. العين اليسرى تنظر للأمام مباشرة، لكن منظر العين اليمنى جانبي. وهذه اللوحة أيضا من أعمال بيكاسو، وبالمثل فإن شكل الجسم مشوه للغاية من شكل الوجه إلى الذراعين والأصابع وغيرها. من خلال النظر إلى الألوان والأنماط المنوعة وغيرها، نلاحظ على الفور مدى إبداع الرسام برسمها. هذا عمل فرانسيس بيكون، وهو من طريقة رسمه بالتشويه، ولكنها تعطي إحساسا مختلفا تماما عن عمل بيكاسو. للوهلة الأولى أشعر أن هناك شعورا غريبا، وكأنها صورة ملتقطة مع الاهتزاز أيضا. وطريقة الرسم مميزة جدا، حيث يمكننا أن نشعر بوضوح حركات ضربات الفرشاة التي اجتاحت الوجه. هذه اللوحة هي بورتري ذاتي لتشاك كلوز، وهو رسم وجهه بتكبير على اللوحة القماشية الضخمة. قد كان تعرض لحادث أصاب جسده بالشلل، ويقال أنه بعد ذلك أصبح يستعمل ذراعيه جزئيا فقط، وهذا أدى إلى هذه اللوحة. يبدو أن تعبير وجهه قوي جدا، ربما لأنه رسمها وهو يتغلب على الألم الجسدي. عند النظر إليها شاملة، يبدو كأنها مرسومة بتقنية الفسيفساء، ولكن عند النظر إليها بالتكبير يمكننا رؤية دوائر مختلفة ملونة داخل هذا المربعات الصغيرة. لقد ابتكر تقنيته المميزة الخاصة به بطريقة التكرار والدقة. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ قد أحضرت صورة لشخص مقرب لي، أريد أن أرسمه لتحمل اللوحة من فصل الشتاء وخصائص الوجه وتعبيره. إذن فلنبدأ الآن. نعم، قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقا. هيا نلونه مباشرة. سنلون الشخصية أكملها بأقلام الألوان. عند التلوين قد يتلطخ المرسوم بالقلم الرصاص ويصبح فوضويا، لذلك سأمسح الزيادات بالممحاة حتى تبقى الخطوط الناعمة فقط.
وهذه المرة أيضا سنلون بالألوان المائية مع إحساس انتشارها مثل ما فعلنا من قبل. أولا نضع الماء ونضع الألوان المائية فوقه. وبعد أن تجف الخلفية كلياً، نضع كمية كافية من الماء والألوان المائية على الفرشاة ونرشها ببطء. وسنرسم حدقتي العينين والشفتين والثلج الموجود بالخلفية بطلاء إكليريك الأبيض الذي عرفتكم عليه في المرة السابقة. نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضا يا أصدقائي، ارسموا بالطرق الخاصة بكم بشكل مميز وممتع. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.